السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم غنقدم لكم السلق بالحمص. هذا السلق راه غني بالفيتامينات والحديد وسهل التحضير وبنين. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، كناخدو البطة ديال السلق، هو على هذا الشكل، كناخدوه طري ومزيان. البطة نتاع المعدنوس، واحد 100 غرام ديال الحمص كناخدوه وكنفزقوه في الماء اما ليله كامله او 6 سوايع. معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال البابريكا تحميره مصيره، نص مصيره. هاد الفلفله هذه اختياريه، طحناها وصبحت على هذا الشكل. غبره كنستعملو حتى هي نص معلقه صغيره حسب الذوق وحسب الاختيار. معلقه صغيره ديال الكمون، الملح حسب الذوق، 4 الفص ديال الثوم يكونوا كبار، واحد مصير، واحد حامضه، ها هي العصير ديالها، كاس الا ربع ديال زيت الزيتون او زيت نباتي. بسم الله نبداو على بركه الله. كناخذوا هذا الاناء فيه الماء وكنعملوا فيه قليل من الملح وكنوضعوا فيه هذا الحمص، ها هو، وتنتركوه يطيب هذا الحمص حتى يطيب. الان كناخذوا هذا السلق، كنزول ليه هذا الخيط، بسم الله، وكنحاول نقيو يكون فيه شي ربيع ولا شي حاجه غير صالحه. كناخذو بوحده بوحده على هذا الشكل الاشياء الليلويه هذه، كنزولها والورقه اللي فيها شي صفيرات، الورقه اللي فيها شي صفيرات ولا شي حاجه غير صالحه كنزولوها. هنا هذا هو رطب بحال هادي، هادي صفراء غير صالحه كنزولوها، كنقطعو هكذا، هادي حتى هي غير صالحه. كنبقى كنزولو الاوراق الا كانت صفراء ولا كنزولها هكذا، وكنبقاو مستمرين حتى تنهيو الكل. بعد ما وضعنا هذا السلق ربيطات ربيطات، كنقطعوا هاد العبيدات رقاق، نقطعو هكذا رقيقين، كنبقاو غادي كنقطعو رقيق حتى تنوصلو الأوراق. الأوراق نقطعوهم شويه غلاط، لأن الأوراق كيدبلو مع الطياب، منحاولوش نقطعوهم رقاق هكذا على هاد الشكل. لا مع العافية يوليو صغار هاد الشكل، وكنبقاو مستمرين حتى تنهيو جميع الربطة اللي عندنا ديال السلق. بعد ما قطعنا السلق وغسلناه خلينا تيتسخطر، هاهو على هاد الشكل. المعدنوس هاهو تاهو قطعناه صغير. الحمص راه حنا سلقناه وصفيناه وخدينا منه هذا الكاس باش نبللو به الكوكوت. بسم الله على بركه الله. كناخذ هذا السلق ديالنا، هو كنوضعو في الكوكوت، كنصبو عليه هذا المعدنوس، كنصبو عليه هذا اللب ديال المصير، ثوم، كمون، هذا الحرور ها هو حسب الاختيار،
معلقة صغيرة، نص معلقة حسب اللي كيبغي الحرور. هذه معلقة صغيرة بابريكا تحميرة، خلقوا سكنجبير، إبزار نص معلقة، قليل من الملح لأن مصير فيه قليل من الملح لأن مصير فيه الملحة وحامض، والحمص حتى هو راه مسلوق بالملحة، كنديرو غير القليل حتى تنشوفو واش خصنا الملحة ونزيدو. كنديرو هاد الخليط بهذا الشكل، كنديرو هاد الحمص كناخدو كاس لاروب ديال الزيت، زيت الزيتون أو زيت نباتي، من الأفضل زيت الزيتون لأن هاد الشي الأخضر كيحتاج زيت الزيتون. هاد كاس لاروب ديال الماء ديال الحمص احتفظنا به هو باش غادي نبلو به هاد الكوكوت ونسدو عليها. نتركو على النار تقريبا 15 حتى 10 دقائق لأنه دغيا كيطيب كيحتاج الوقت. الآن بعد ما حيدنا عليها الكوكوت فهي كتغلى، غنصبو فيها عصير ديال الحامضة، إما حامضة كاملة أو نص حامضة. أنا دقتها لقيتها شي شوية ناقصة من الملحة، كنزيد واحد القليل من الملح هاهو، وكنتركوها حتى تتقلى مزيان حتى تولي هي الدميعة. السلق ديالنا بعد ما طاب صبح على هاد الشكل كيجي بنين، مترددوش جربوه. الآن غادي نحاولو نقدموه. الشكل النهائي ديال السلق ديالنا الحمص جا على هاد الشكل بعد ما زيناه بهاد القطع تاع المصير. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، غير جربوه وتبعوا المراحل وبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم وديري جيم وما تنسوناش من التعليقات ديالكم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.